المنتخب الوطني للملاكمة عاد إلى الجزائر بعد مشاركته في البطولة الإفريقية هناك في السنغال، مشاركة كانت إيجابية مؤهلة للأولمبياد. هذه البطولة جرت فعاليتها بدكار، تحصل فيها المنتخب الوطني على 9 ميداليات من مختلف الألوان، وتأهل 5 ملاكمين لأولمبياد باريس 2024. عبر الملاكمون عن سعادتهم بتشريف الجزائر في هذا المحفل الإفريقي. التتويج اللي كان منتظر الان خلي في ايماني راهي متاهله للالعاب الاولمبيه. الحمد لله تاهلنا باربع ميداليه ذهبيه وفضيه، ان شاء الله هذا الشيء كان متوقع وان شاء الله احنا نكملوا على هذه الوتيره. الحمد لله راني فرحانه بزاف بهذا التتويج. المنافسات كانت صعبه شويه بالنسبه لنا، يعني كانوا عده منافسات يعني اكثر من البطوله الافريقيه اللي قمنا بها قبل الدوره التاهيليه للالعاب الاولمبيه. شرف كبير لنا انه نتحصلوا على المرتبه الاولى في تاهل اولمبياد باريس على المستوى الافريقي والعربي بخمس ملاكمين. المنافسه ما كانتش سهله، المستوى الافريقي راهو في تحسن مستمر والحمد لله احنا كنا محضرين. على بلادك طالع في السماء عبالك بلي شغل شرفت، ماشي برك ماشي شرفت برك روحك، شرفت الشعب ديالك، شرفت بلادك. الحمد لله اللي استطعنا ناخذ التاشيره تاعنا، وفرضت نفسي وفرضت روحي في الوزن هذا تاعي فوق المتوسط اللي راني سيطرت عليه بطل افريقيا منذ شهر. ملاكمو المنتخب الوطني قالوا بأنهم قادرون على التتويج بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكن بشرط تلقي الدعم والتحضير الجيد. نقدروا ماشي غير وحده، نقدروا نديو زوج، نقدروا نديوها باسكو عندنا البلاد تاعنا لي بوكسوج تاعنا كاع مكلاسيين المونديال، كاع مكلاسيين المونديال. حجي لا خليف لا بيرديو شامبيون دي موندو كاردو فينال لا كاني دو كومبا. رياضي يتأهل ألعاب أولمبية، هدف تاعو هو ميدالية أولمبية. ان شاء الله انا راني نسعى الميداليه الاولمبيه ان شاء الله. مازال بالك 8 موا على لي جوز اولمبيك تاع باري، ان شاء الله في لي 8 موا نكون في تحضيرات مليحه ان شاء الله نقدر نحقق ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ميداليه اولمبيه ماهيش سهله وما راهيش مستحيله ايضا. ان شاء الله عندنا حظوظ ان الملاكمه النسويه الجزائريه هي مستوى عندها مستوى عالمي، بان بما انه ديجا عندنا ميداليات عالميه من قبل وما عندنا ترتيب عالمي. الحمد لله ماهيش راح تكون سهله ولكن ماشي مستحيله. بيان سور نقدروا نجيبوا الميداي، عندنا البوتونسيال حنايا في لا بوكس، عندنا تري بون ايكيب، خصنا برك كيما يقولوا الدعم تاع الدعم تاعنا وان شاء الله نجيبوا ميداي في لي بار. ملاكمة المنتخب الوطني عبرت عن أسفها مما قيل في شخصها والإساءة لها في بعض الصفحات، وأيضا بالإساءة لها أثناء مشاركتها في هذه الدورة التي قالت بأن أثرت عليها هذه الإساءات. للأسف الشديد أني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا في منازلة نهائية مع نائبة بطلة العالم في وزن 70 كيلوغرام نشوف صفحات من بلادي يهضروا عليا بهذا. تخيلي كيفاش أنا نشوف هذا الشيء وانا راح ندير منازله مع نائبه بطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام. نتاسف على هذا الشيء، هذا الشيء ما كانش منه. انا دخلت الدوره هذه باش نتاهل كما انا ككل الملاكمات اللي دخلوا. ظرف مدرب المنتخب الوطني عبد الغني كنزي الدموع وهو يتحدث عن محاوله بعض الاطراف تكسير الملاكمه الجزائريه حسب تصريحاته. ارواحوا تحكموا ليكيب ناسيونال انتوما واش ديروا؟ ارواحوا واش ديروا؟ انا زعما كان انا ماني ضد حتى واحد، ماني كونتر حتى واحد، انا جو في كوم مون ترافاي بالضمير تاعي مرتاح. هذاك الناس ما تعرفش، الناس تهضر نامبورتو كوا. نورمالمون احنا يدعمونا باسكو كاين نتائج ايجابيه في الملاكمه النسويه. راهم يكسروا فينا، حبيت نبكي، راهم يكسروا فينا. واش نقدر نقول معك؟